تفتح بوابة دعم كأس الشيخ بن محمد بن عبود القحطاني حفظه الله في هذه المواجهة للشوط الثالث. شوف هنا ما شاء الله المركز الأول رشيد يبدأ يرتشف الوهلة الأولى منذ الانطلاق ليتناول الصدارة وسحب نفس الجياد إلى الأمام في المرتبة الثانية للتيتم المرتبة الثالثة للفرس تشرف. شوف هنا ما شاء الله المنافسة على قدم وساق سباق على أشده. المركز الأول رشيد يحاول من الداخل لكن هناك الدخول من قبل تمكين ينفذ خطة وخطوة جميلة إلى الأمام يذهب لوحده بدون منافسة بدون مضايقة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا محاولة من خزامة للتقدم من المرتبة الثانية والمحاولة تأتي من اهتمامي للمرتبة الثالثة. شوف هنا ما شاء الله تمثيل يبدأ لكن هناك أيضا خزامة في محاولة للتضييق على الجوال تنفيذ في هذه اللحظات لكن هناك اهتمامي ثلاثية جميلة منطبقة إلى الأمام للمنعطف قبل الأخير تتجه الخيل إلى المنعطف الأخير. شوف اهتمامي من الخارج خزامة في المنتصف وكذلك المواجهة الرباعية تأتي والمحاولة قادمة من بنت الباتول لكن شوف هنا الدخول الجميل والرائع جدا من اهتمامي بنت الباتول تتقدم للمركز الأول في هذه النقطة إلى الأمام بنت الباتول ما شاء الله والمحاولة جميلة جادة لتناول الصدارة مع الخيال مهدي الحديل ينهي دائرة المواجهة فيما المرتبة الثانية تأتي مع اهتمامي والمرتبة الثالثة مع جازف إذا فعلتها بنت الباتول وصادقت على النتيجة بزمن وقدره دقيقة.